تقول بحمد كأنك نسيت الجليب والجهرة. ما نسينا، واحدة 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 رايحين حق خيطان وقاعد عندنا مفاجآت، وعندنا مفاجآت في الجهرة، وعندنا مفاجآت كل مكان، مو مخليين مكان. حتى قهاوي الصعايدة اللي بالجليب رايحين لها مصورين هناك، لا يزعلون مني الصعايدة، بس مصورين القهاوي اللي تبطل تالي الليل بعد العشاء. كل واحد فتح له بالحساوي بطل الجراج والأرض المساحة يم المجاري وفتح، يقولون خوش رص السلوم هناك عندهم. المهبولة أنا سميتها وكر المافيا. صار لي أقول المهبولة نفس سالفة الباصات بالكويت، أقوى من الداخلية والبلدية. الدليل على ذلك سنتين الداخلية والبلدية تنظف وتقبض والعمل مثل ما هو. شفهم منها؟ أفهم إن المهبولة فيها مافيا، وهذول البنغالية اللي قاعد يكسرون القوانين مش أقوى من قانون الدولة؟ طبعا راح يطلعون يقول والله احنا ما زلنا نتابعهم وما زلنا نتابع من وراهم. يا عمي كلها دوريتين وسيارة تراكتر وتعفسهم شوي كل ساعة وخلصنا، لأن الظاهر البنغالية بعد ما يتم القبض عليهم في الباصات يطلعون بعد ساعة ساعتين لسبب أنا أجهله. وأنا أوجه رسالة إلى أخونا سليمان الفهد، يا ليت تجهزوا لي صورته من باكر وكيل وزارة الداخلية، لأن في حكي وايد بنقول له إياه. فأخونا سليمان الفهد وزير الداخلية، بما أنك وكيل وزارة الداخلية، هل اليوم المخالفين اللي في المهبولة، هل بنغالي يشتغل بشركة نظافة ويبيع ويخالف القانون مو قادرين عليه؟ كلها باصين، أربع باصات، يجون المباحث الفنطاس يحاوطونهم وواحد ورا الثاني. مو سالفة إقامته سارية ولا لا، لا حبيبي أنت شو موديك لي تبيع؟ أحطه وتملكون حق الإبعاد الإداري. يا ما أخونا سليمان بأبعدته إداري، يا ما أبعدته إداري، إيش ماله هالبنغالي أقوى منه؟ فرجاء اقنعونا كبشر، اقنعونا بدل هالفضيحة من هالمرشحين المناديب اللي راح يصوم مجلس الأمة ويبيعون لنا الكلام. يا ابو احمد طلعت المحور، انت رحت محور ثاني. لا انا مخلي الحكي باكر حق المرشحين معظمهم اللي يبيعون الشعارات الوطنية. فاذا احنا مو قادرين ننظف البلد سياسيا ونختار صح والمال السياسي يروح للصح، خلونا على هالبنغالية بس، حدنا بنغالية احنا، نبي نطبق عليهم القانون بس. من باكر صورة الوكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد تكون جاهزة عندي، لأنه نبي نحكي، نبي نتكلم عن أمور كثيرة، نبي نطلع السلبيات من أجل الوطن. في أمور تعور القلب. قاعد أسمع موسيقى أهدى شوي. حلوة أم كلثوم، ليش ما تجهزون أغنية أم كلثوم من باكر؟ ولا أغنية شاد الخليج الله يذكره، حالي حال، والله حلوة حالي حال. نسينا حط إيدي على خدي، عندك إياها مخرج؟ موجودة؟ جهز لي إياها، حط إيدي على خدي. شوفوا هيمنة بني بنغال في المهبولة، عفية عليكم بني بنغال. نودي فرق أمنية البحرين ومناورات عسكرية ونشتري أسلحة، ويك البنغالي يقول لكم أعطونا التقرير. خير أبو أحمد، هذا إحنا بالمهبولة طالعوا، صباح الله خير، الساعة الحين 7:30 طالعوا. Thank you.
طبعا هذا كله خايس ابو احمد طالع او شلون طالع الوساخه كلها هي. ها؟ أنا؟ هاي. هلا قال كرجال بيتك غريب. تغير يا بوش كده. تعمل زي زروبة. خدابة. كم أخوي؟ هلا قال لي هاي. هلا. نفس الشيء ونفس المكان هذا اللي خزنهم فيه هني طالع هذا يا ابو احمد القطعه الثانيه طالع طبعا هني تموين ابو احمد هذا التموين بدي احط ايدي واحاسب روحي بروحي واقول بيدي جرح ايدي وزدت على خدي اعطوني المنفوحي ما دام احنا حط ايدي على خدي اعطوني المنفوحي مدير عام البلديه انا اوجه كلامي قالوا لي يا ابو احمد يعني المسؤولين في الدوله انا بعرف يعني البلديه عندنا استاذ المنفوحي مدير عام بلديه الكويت تنشئ قنبله نوويه وين مراقبين البلديه استاذ المنفوحي وين ادائهم اذا يوميا نعرض يا المنفوحي بلاوي المهبولة وحجم المخالفات في المهبولة وفي الجليب وفي الجهرة وما في تحرك وتدري ان معظم اللي يبيعونهم عمال البلدية يا المنفوحي تدري ولا ما تدري ولا احنا نعجز في بعض الاحيان واحنا مدراء ان نعجز ان نسيطر على صغار الموظفين بالسبب ليش نعجز عن السيطرة على صغار الموظفين وعدم تنفيذهم القانون والقرار يا المنفوحي جاوبني يا المنفوحي جاوبوني يا بلدية الكويت ليش لما نحط التقارير هي فقط تتحرك البلدية لكن لا تتحرك البلدية لما تشوف حجم المخالفات في الدولة مخالفات البناء قالوا لك ناطرين رأي الفتوى والتشريع ناطرين اللائحة تنزل وهل مراقبين اللي بالجليب ولا بالجهرة واللي موجودين في المهبولة وغيرها محتاجين قانون البنغالي اليوم اللي يشتغل في شركة النظافة يجرؤ على قانون البلدية والداخلية وما عندنا غيرة نتحرك أنا اليوم لا أقصد بالمهبولة ولكن أقصد في تطبيق القانون نعم لكم تعاون جميل معانا لكن هناك سلبيات كثيرة في البلد شقعود يا المنفوحي شقعود يا المنفوحي ارفع صوت الأغنية شوي مخرج ارفع شوي بعد بعد احط ايدي على خدي مشكور وباكر سليمان الفهد تقرير لي